ومن مدينة الفنايدق شمال المغرب معنا مراسل الحدث عادل الزبيري. تحية طيبة عادل، ماذا هناك وماذا تخبرنا عن المحاولة الجديدة؟ نعم، هي محاولة أخرى ولو أنها قليلة العدد وقليلة الضراوة بالمقارنة مع الذي جرى في الليلة الماضية. بين ليلتين كان نهارا عاديا عاشته مدينة الفنيدق والبلدات المجاورة، تفقدنا فيها كل هذه المناطق، كانت الحياة كأنها عادت اعتيادية وطبيعية وهادئة، وجرى كنس الشوارع من الحجارة التي تركها الشباب من المهاجرين غير القانونيين. لكن هذه الليلة، وهي الليلة الثانية على التوالي التي يعمد فيها عشرات المهاجرين غير القانونيين إلى الهجوم الجماعي من خلال استغلال غطاء الظلام، يأتون في مناطق مرتفعة قليلا في تلال تحيط بوابة سبتة، يهجمون فجأة، يرمون العناصر الأمنية بالحجارة، ثم يبدأ التصدي من الفرق الأمنية المغربية باستخدام خراطيم المياه وأيضا بالتصدي المباشر وجها لوجه، ثم تبدأ حملة الاعتقالات وبعدها يبدأ الضبط الأمني. كان الاعتقاد السائد أن الأمور هدأت وأن ربما هذه الموجة فترت، لكن يبدو أن هنالك عشرات الشباب كانوا مختبئين في الغابات المجاورة لمدينة الفنيدق على البحر الأبيض المتوسط، وسرعان ما نفذوا هذه الليلة قبل حوالي الساعة والنصف من الآن هجوما جديدا على هذه النقطة التي نحن نتواجد فيها. هذه الهجمات تتم في هذا المكان وعلى هذا المكان، من منطقة مرتفعة من هذا الاتجاه تأتي الحجارة بغتة وفجأة، ثم يبدأ التصدي الأمني. طبعا هنالك الآن في المغرب بدأت تظهر دعوات جديدة إلى هجوم آخر لمهاجرين غير قانونيين، ضربوا موعدا على منصات التواصل الاجتماعي يوم 30 من شهر سبتمبر الجاري. السلطات الأمنية تحاول بكل إمكانياتها وتعزيزاتها الأمنية أن تفشل هذه المخططات، سواء في المناطق الغابوية المجاورة أو في النقاط التي يحاول من خلالها التسلل. جيب سبتة الخاضع للسلطات الإسبانية على يساري لديه شريط حدودي طويل ممتد مع مدينة الفنيدق، ويحاول المهاجرون غير القانونيون كما فعلوا تاريخيا إيجاد ثغرات لتسلق السياج، خصوصا أن السلطات المغربية عمليا جففت لهم أي إمكانية للنزول للسباحة في مياه البحر المتوسط هنا في هذا الاتجاه، ما يجعلهم يحاولون أن ينفذوا هذه الطريقة غير المسبوقة وفيها نوع من الرغبة والإصرار على المواجهة مباشرة مع القوات العمومية، وفيها نوع من المغامرة والمخاطرة إلى غاية الآن لا توجد إصابات خطيرة بين المهاجرين غير القانونيين، هنالك إصابات بسيطة وهنالك حملة اعتقالات وضبط أمني، وبعدها يجري ترحيلهم إلى مدن مغربية أخرى في إطار سياسة مغربية أمنية لإرهاقهم ولدفعهم عن العدول عن هذه المغامرة غير المحمودة العواقب. هنالك طبعا كما تابعنا خلال 3 أيام متواصلة مجهود أمني من فرق أمنية من القوات المساعدة من الشرطة من فرق التدخل وأيضا من نعم عادل، بداية أود لك أن تكون منتبها لأي حجر مفاجئ يصيبك، لأن سلامتك مهمة أولا. ثانيا، أنت تتحدث عن خطوات أمنية يتم اتخاذها في المنطقة التي أنت موجود فيها، ولكن هل هناك ملاحقات أمنية لمن يبثون هذه الدعايات على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تحرض الناس على الهجرة وأيضا القاصرين؟ نعم، هنالك إعلان رسمي من السلطات المغربية قبل يوم 15 من ديسمبر يشير إلى توقيف عشرات من الشباب الذين وصفهم بلاغ الإدارة العامة للأمن المغربي أي الشرطة المغربية بأنهم محرضون، أي يقفون وراء الترويج والدعوة على منصات التواصل الاجتماعي لهذه الهجرة غير القانونية التي كانت سرية وأصبحت الآن جماعية وعلنية. هنالك أيضا
توقيفات واسعة العدد، يعني هنالك تقديرات تتحدث عن ما بين 5000 إلى 10000، هذه تقديرات أولية ومعلومات أولية من مصادر الحدث في انتظار حصيلة رسمية مؤكدة من السلطات المغربية. هؤلاء القاصرون أو اليافعين يجري ضبطهم أمنيا وأخذ المعلومات الخاصة بهم، خصوصا أنهم يعمدون إلى التكتم عن معلوماتهم الشخصية. أنا شخصيا رأيت ميدانيا بطاقة هوية ممزقة ومرمية في أحد المناطق الجبلية في هذا الاتجاه، بمعنى أن المهاجرين لديهم سلوك موحد، ربما لا يعطون معلوماتهم الخاصة، ولكن يجري ضبطهم أمنيا ثم إعادتهم إلى مناطق أخرى في المغرب. من تسبب في عنف مادي وإلحاق الضرر الجسدي بالعناصر الأمنية بطريقة فيها إجرام يجري توقيفه، والآن جاري عملية تحضيره للعرض على النائب العام، على النيابة العامة، في أفق محاكمته من عدمها. بمعنى أن السلطات في هذه العملية تميز بين المحاربين على منصات التواصل الاجتماعي وهنالك حملة مفتوحة لتوقيفهم، بين الذين ينفذون العنف المادي الجسدي بالضرب والجرح على العناصر الأمنية أو الممتلكات العامة في مدينة الفنيدق، وأيضا المغربين كما يسمون في الخطاب القانوني المغربي، أي اليافعين والقاصرين الذين سرعان ما يجري إبعادهم في حافلات بعد الضبط الأمني بعيدا عن مدينة الفنيدق. هكذا يتم التعامل معهم قانونيا وأمنيا. نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الفنيدق شمال المغرب، مراسل الحدث عادل الزبيري.